بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. رمضان شهر الجود والإحسان وشهر الكرم والعطاء، وهذا صار معروف عند الجميع. يعني إذا ذكرنا رمضان فإننا نذكر بأنه شهر الجود والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. ولكن هناك ملحظ مهم، كثير من الناس يغيب عن هذا الملحظ أو عن هذه الملاحظة، وهو أن الإنسان بجوز أن يكون كريم وجواد ويحسن إلى الآخرين، ولكن أحيانا لا يراعي حقوق غيره من الفقراء والمساكين. في عندنا فئة من الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والإنسان من المنطلق أنه بده يظهر أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، بنشوف بعض الناس بتلاقيه بصور موائد الطعام وبنزلها على منصات التواصل الاجتماعي. أحيانا بعض الناس بيتصرف تصرفات بتشعر الآخرين والجيران بأنه هو يعني صاحب نعمة وأنه متفضل عليهم بهذه النعمة، فهذا بثير مشاعر الغضب وأحيانا الحسد. وأحيانا بتعرفوا إحنا في شهر رمضان المبارك، الأصل بأنه كل واحد فينا يراعي شعور ومشاعر الآخرين، وخاصة أنه إحنا إلنا الآن في أهل في غزة المنكوبة المحاصرة اللي أهلها عم بموتوا من الجوع، فلازم الإنسان يكون في عنده شوية ذوق في التعامل مع الناس، يكون في عنده شوية يعني أخلاق في معاملة الآخرين خاصة لما ينظروا له. ففي ممارسات بدنا نسلط الضوء عليها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة في الجزء الأول، بترشدنا إلى بعض الذوقيات مع الجيران والأهل والإخوان والمجتمع ككل، بحيث أنه هذا المجتمع ما يصير فيه حزازيات في شهر رمضان المبارك. كيف أن نراعي مشاعر الآخرين في هذا الشهر الفضيل، مع ونسلط الضوء على بعض المواقف الحياتية مع أبو عارف وأبو صلاح، وكيف أنه أبو عارف تصرف تصرف يعني، وكيف أبو صلاح صلح له إياه ووجهه التوجيه الصحيح. والجزء الثاني رح نسلط الضوء على بعض المسائل الفقهية اللي بنتعرض لها في حياتنا اليومية بإذن الله تعالى. ولكن قبل الدخول في سؤال حلقتنا لهذا اليوم أو قبل الدخول في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، نستذكر وإياكم سؤال الحلقة السابقة اللي كان معنا: كم عدد أبواب المسجد الأقصى المبارك؟ هل كان 13 باب أم 14 باب أم 15 باب؟ والإجابة الصحيحة هي أن عدد أبواب المسجد الأقصى المبارك هم 15 باب. أما الفائز في معنا في سؤال الحلقة الماضية فكان زكريا المشاقبة. زكريا المشاقبة، ألف ألف مبروك حصولك وفوزك بمئة دينار أردني مقدمة من البنك الإسلامي الأردني. إذن زكريا المشاقبة، بإمكانك مراجعة الدائرة المالية في دائرة الإفتاء العام لمعرفة كيفية استلام الجائزة، وبنبارك لك مرة ثانية، ألف ألف مبروك. أما بالنسبة لسؤال حلقتنا لهذا اليوم فسوف يكون من رحاب مسجد الهمشري. ومسجد الهمشري يعني هو أحد المساجد المعروفة والمشهورة في مدينة عمان، وهو أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة، حيث يتميز بموقعه الفريد. وقد تم افتتاح هذا المسجد في شهر رمضان، في الأول من شهر رمضان من عام 1432 هجري الموافق للأول من شهر 8 عام 2011 ميلادي. وكما نشاهد فقد تم بناء المسجد من خلال الصدقات الجارية وعلى نفقة المتبرع المهندس حسن ناجي الهمشري. وكان الهدف من بناء المسجد هو تعزيز مفهوم العمل الخيري، وهذا المسجد يتوافق مع البيئة باعتماده بشكل كبير على الإنارة الطبيعية واستخدام العزل الحديث الذي يحد من استخدام الطاقة إلى نسبة تصل إلى نحو 40%. استغرق بناء المسجد
أكثر من 3 سنوات لما فيه من تفاصيل جميلة ودقيقة في تصميمه وطرازه الذي جمع بين مساجد الشرق الأوسط الموجودة حاليا، وقد تميز تميزا فريدا عن هذه المساجد، وقد استخدمت أفكار وتصاميم معمارية حديثة كونت طابعا جديدا في أسلوب العمارة الإسلامية الحديثة. يجسد المسجد أنماط البناء الإسلامي الحديث، فقد بني على قطعة أرض مساحتها 4 دنم بسعة استيعابية تصل إلى 3200 مصلي من الرجال والنساء، كما يحتوي على ساحات خارجية تسع إلى 400 مصل ومصلية، وقد بلغت كلفة إنشاؤه نحو 4,500,000 دينار. يضب المسجد زخارف إسلامية على جدرانه الداخلية والخارجية، واستخدم في بنائه الحجر والضخام والمنحوتات الخشبية، ويتكون المسجد من 3 طوابق هي التسوية، وتحتوي على مصلى للرجال وممر خاص للأشخاص ذوي الإعاقة. إذن هذا هو المسجد الذي يشكل تحفة معمارية في مدينة عمان، شاهد على اهتمام هذه المدينة وارتباطها بهويتها وثقافتها الإسلامية التي نعتز ونفتخر بها في عهد وعصر الهاشميين. وسؤال حلقتنا إن شاء الله تعالى سيكون من رحاب هذا المسجد المبارك، والذي سيكون في أي منطقة يقع مسجد الهمشري، في أي منطقة يقع مسجد الهمشري، هل يقع في منطقة ماركة أم في منطقة خلدة أم في منطقة أبو علندة؟ إذن في أي منطقة يقع مسجد ماركة، هل يقع في أو عفوا في أي منطقة يقع مسجد الهمشري، هل يقع في منطقة ماركة أم في منطقة خلدة أم في منطقة أبو علندة؟ للإجابة عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم بإمكانكم الدخول على صفحة دائرة الإفتاء العام وترك إجابة صحيحة في التعليقات بعد مشاركة بث هذا البث المباشر على صفحاتكم الشخصية، لكي يعم الخير والنفع والفائدة بإذن الله تعالى، وللفوز ب100 دينار أردني مقدمة من البنك الإسلامي الأردني. إذن حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ومتابعة طيبة بإذن الله تعالى. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو تفقد أحوال الجيران وحقوق الجيران في شهر رمضان المبارك. الآن إحنا أصبحنا نعيش في كتل إسمنتية كبيرة، بالأول كانت القرى يعني تحتوي على مجموعة صغيرة من البيوت متفرقة، وكانوا كلهم بعرفوا بعض ويتفقدوا أحوال بعض. الآن أصبحنا نعيش 50 أو 20 بيت في عمارة واحدة، ولا واحد فينا بعرف الثاني، ولا بنعرف أحوال بعض، ولا بنطل على بعض، وهذا صراحة مش من أخلاق الإسلام ولا المسلمين. ضيف حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى رح يكون فضيلة المفتي الشيخ يوسف أبو حسين مفتي مادبا، حياكم الله. حياك الله والمشاهدين الكرام. دكتور، يعني الآن أصبحنا في زمن خلينا نحكي زمن الكتل الإسمنتية، يعني متقاربين في البناء، متباعدين في الأحوال، ومتباعدين في المشاعر والعواطف. يعني كم من المهم أنه نرجع نوثق العلاقات والأواصر بين الجيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ونحن نعيش في هذه الليالي المباركة، أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا وبلاد المسلمين كل شر ومكروه. حقيقة أن ما يميز المجتمع الإسلامي هو التكافل والتعاون، والله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فالجار ليس فقط هو عبارة عن إنسان يجاورك في المسكن، بل أن الإسلام قد رتب له حقوق، ومن هذه الحقوق أن نتفقد جيراننا الذين يحتاجون إلى الإعانة، لا سيما الفقراء والمحتاجين. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني بات أهل عرصة وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. فالأمر يعني خطير جدا، والحق من حق الجار على الجار أن يعني يعينه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له: يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضته أقرضك، وإن استعنت به أعانك، وإن مات شيعته، وإن مرض عدته، يعني إلى آخره. فحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقال الله، قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلا بد أن يكون هناك ترابط بين الجيران، ولا بد أن يكون هناك إعانة بين المسلمين عامة وبين الجيران خاصة. نعم. يعني شيخ، بعد مرات الجار مش محتاج، نعم، ومش فقير، نعم، لكن يعني شهر رمضان فرصة إنه يعني نعزز أواصر المحبة والأخوة، نعم، بين الجيران. صحيح. يعني نتفقد أحوالهم. إحنا للأسف في شهر رمضان المبارك أكثر المشاكل اللي بتصير بين الجيران. يعني إذا شفت، إذا رحنا مثلا زرنا المغافرة عشان نعرف القضايا، بتلاقي واحد صف مكان واحد، نعم، واحد عشان يعني زوجته مثلا يعني فتحت الباب في وجهها سبوا بعض مش عارف ايش. يعني بتلاقي مشاكل عويصة بين الجيران خاصة في شهر رمضان المبارك. كم من المهم ان ننشر ثقافة المحبة والخير بين الجيران. بدي اسمع عنك الإجابة، لكن بعد ما نخرج الى فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين في موضوع حلقتنا لهذا اليوم: تفقد الجيران في شهر رمضان، مع فضيلة المفتي الشيخ يوسف أبو حسين، مفتي محافظة مادبة. شيخنا العزيز، يعني احنا تحدثنا أنه من المهم أن يكون العلاقة بين الجيران يعني مش بس علاقة إحسان، يعني مش علاقة أنه إن الواحد يدفع ويتبرع لجاره أو يتفقد أمور المالية، لا، خلينا نخليها علاقة احترام، علاقة محبة، علاقة مودة. احنا بنشوف انه معظم الجرائم اللي عم بتصير حاليا هي يعني بين الجيران بتصير بسبب عدم وجود هذا الرابط الإيماني بين الجيران. نعم، حقيقة ان يعني حقوق الجار كبيرة جدا وعظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان العلاقة بين الناس علاقة مبنية على هذه المودة وعلى هذه المحبة والتواصل والصلة وتوثيق هذه الصلات بين الناس. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أي تأثر واستجاب. والجار حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر، قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبختم فأكثروا المرقة وتعاهدوا جيرانكم. فالجار أحيانا ليس بحاجة إلى الطعام، ليس كل جار فقير، لكن بحاجة إلى المواساة في حال الحزن، والمشاركة في الأفراح، وأيضا المناسبات الاجتماعية. أيضا لابد أن يعرف الإنسان جاره وأن يحسن إلى جاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه من علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. يعني إحنا نسمع بالأحاديث الكثيرة: من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره، لا، فليحسن. ليس فقط أن يتوقف عن إذاء الجار، بل أن من الواجب على المؤمن أن يحسن إلى جاره. ومن هذه الوجوه الإحسان أن يتفقد جاره في مرضه وصحته في مناسباته. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام
قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث لشدة التوصية بالجار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد جارا له غير مسلم، يعني كان يتفقد جاره ويعني يحسن إلى جيرانه عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فمن الإحسان أن يتفقد الإنسان جاره وأن يحسن إليه، وهذه حقيقة ليست إلا صفة من صفات المؤمنين تدل على كمال الإيمان وحسن الاستقامة والطاعة لله عز وجل. نعم دكتور، يعني وكم جميل أنه هاي الحالة بين الجيران نعممها على كل المجتمع. نعم. يعني الجار مش بس هو جارك اللي في العمارة، بجوز يكون جارك اللي بالشارع، جارك اللي بالحارة، جارك اللي بالمدينة كاملة. صحيح. بالقرية، لأنه هذول كلنا إحنا عايشين في مجتمع. نعم. واحد مترابط فيه. هناك كثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية اللي اعتنت في قضية الأمان الاجتماعي. نعم. الأمان من الفقر، الأمان يعني جمع الناس على طاولة واحدة. نعم. لما يأكلوا خاصة في شهر رمضان يجمعوهم بمحبة وبأخوة وكلهم يحسوا أنهم أسرة واحدة. من هاي المؤسسات خلينا نحكي أنه تكية أم علي كانت. نعم. رائدة في هذا المجال، كيف إذا نزلنا على المحطة وشفنا كيف كيف بكونوا مجتمعين موائد الإفطار كأسرة. نعم. واحدة بتشعر فعلا أنه إحنا في بلد واحدة وأسرة واحدة. نعم تفضل. تحب تعلق؟ أقول الحمد لله نحن في الأردن يعني نتميز بهذا التكافل وبهذا يعني حقيقة بالتعاون، وهذه المؤسسات ومن ضمنها هذه المؤسسة الرائدة تكية أم علي تقوم بحقيقة بجهد كبير جدا في توثيق العلاقات بين الناس لا سيما الفقراء والأيتام، وهذه الموائد اللي تجمع الناس حقيقة هي مظهر إسلامي يعني جميل جدا يعبر عن حقيقة عن محبة الناس لبعضهم البعض. ونحن في مادبة حتى يعني في من الأمور التي لابد أن نشير لها أن أحد الإخوة المسيحيين قد قام بعمل إفطار لبعض الأيتام والفقراء من المسلمين، وهذا يدل على أن هذا المجتمع مجتمع متماسك مترابط يعني يتميز عن غيره المجتمعات بالمحبة والمودة، انطلاقا من قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالعلاقة بيننا جميعا العلاقة مبنية على الود والاحترام والمحبة والوصال حقيقة. نعم، ونسأل الله تعالى أن يكون رمضان فرصة حتى نعزز هذه العلاقات بين أبناء. نعم. وطننا وبين أبناء بلدنا. خلينا نسلط الضوء على بعض المواقف الحياتية مع أبو عارف ومع أبو صلاح ونشوف شو الحالة اللي مرت معنا اليوم، وكيف أنه بعض المرات الإنسان بسبب شوية أنانية ممكن أنه يكسر خاطر إنسان فقير. نعم. أو محتاج بدون ما يعرف ولا يدري. خلينا نشوف ونرجع نعلق على هذا الموقف. شكل بندورة، يلا يا أبو هات اللحمة هاتي، خليكوا تأكلوا اليوم مشاوي وتنبسطوا يا أبو انبسطوا. حط بصل يا ابو، حط بصل. يا سلام، خلي الريحه تثبت بكل الحاره وخلي كل نسوان الحاره ينكبر. قومي هذا اللي فالحه فيه، قومي سوي لنا سلطه خشنه، لا تسويها ناعمه شو اذبحك اليوم، ها لا تخرب علي اللحمات، قومي يلا. هات لي يا ابو، هات لي البندوره، هات البندوره. يا سلام، ايش زياد؟ ماما راحت تسوي سلطة. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. هلا أبو صلاح، تفضل فوت جاي. عايشت يا أبو عارف، الله يبارك لك مالك وبعيالك. لكن يا أخوي أبو عارف، لو راعيت ظروف الجيران والناس اللي بتشم الريح، يعني هو الواحد ما بيقدر يأخذ راحته بداره، شو أسوي للجيران؟ خليهم روحوا يشوي يا أخي. لا مش هيك القصد، بس أنت عارف يا أبو عارف، جارنا أبو معتز صار له شهرين مريض وما اشتغل بقرش. شو بدك اياني يعني؟ احط كاتم ريحه على المشاوي؟ لا يا ابو عارف مش هيك، بس الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وانت فهمك كفايه يا ابو عارف. عليه افضل الصلاه والسلام. بالمناسبه يا ابو عارف، مو غلط إذا حسبت حساب جارنا أبو معتز بصحن من اللي بتعمله.
شو صحن وما صحن يا ابو صلاح؟ يا دوب يكفني انا والاولاد. يابا عباده روح جيب لنا لبن يا حبيبي. يلا حاضر يابا. لا تتاخر يا حبيبي. يلا وانت روح شوف امك سوت السلطه الخشنه، اذا ما سوت خشنه بتروح اليوم عندها. لا امشي. قال صحن قال. مرحبا يا اخ. أهلا بالعافية. بدي أسألك عن بيت أبو معتز. أبو معتز؟ أبو معتز جارنا بالبناية. بدكم شيء؟ بدكم ساعدكم بشيء؟ في معي طرد غذائي من تكيته معلي، بدي أسلمه إياه. اعتبره وصل. سبحان الله، فعلا رمضان كريم. يعني شيخنا الكريم كان هذا الموقف معنا اليوم مع تكية أم علي ومع أبو عارف ومع أبو صلاح. كيف أحيانا يعني هذا إحنا بنشوفه كثير، كيف إنه بعض الناس يعني في رمضان بتلاقي مثلا بشوي هالريحة مفحفحة، وفي ناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني بجوز يشم الريحة بس مش قادر إنه يجيب لأولاده يعني إنه إشي يأكله، يعني هو بجوز يصبر على حاله بس الأولاد لما يشموا هاي الريحة. وبعدين بتلاقي بعض النسوان مثلا بتصور الاكل الصفر، وفي عنا اهل يعني في غزه على الاقل عم بموتوا من الجوع، في عنا جيران مش قادرين انه يجيبوا لاولادهم لقمه الاكل. كم من المهم ان نسلط الضوء على هذه الممارسات في مجتمعاتنا. حقيقه ان يعني هناك هناك امران عظيمان، يعني حقيقه الامر السلبي ان يكون هناك كسر لخواطر الناس وان تاكل الطعام بهذه الشهيه وبهذه الصوره، ولك جيران يتضورون جوعا يتعرضون للظلم والاضطهاد والجوع. والحمد لله أننا جميعا نعتصر ألما من جلالة الملك إلى أي إنسان بهذا المجتمع حقيقة على ما يجري لإخواننا في غزة من ظلم واضطهاد وتجويع وانتهاك للحرمات حقيقة. وأيضا أن هذا يدل على كرم الشعب الأردني وعلى يعني حقيقة على كثرة اهتمامه إخوانه المسلمين، ويعني ما يحس به من مشاعر نبيلة وطيبة عن أهلنا الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر إذا طبخت فأكثر المرق وتعهد جيرانك، وانطلاق من هذه الوجوه التي فيها إعانة وفيها تكافل ومحبة بين الناس. حقيقة أن بعض الناس لا يستطيع أن يأتي لأولادي باللحم وبالطعام الشهي، وأنت عندما تفعل ذلك أنت تكسر خواطر الناس. وجبر الخاطر هي عبادة عظيمة يعني من العبادات في الإسلام، أحيانا تجبر خاطر الإنسان بكلمة، أحيانا بلقمة، أحيانا بابتسامة. وهذه طبعا من صنائع المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني هذا ليس فيه نفع، هذا فيه ضرر، الحاق الضرر بالجيران خاصة الجار الفقير الذي لا يقوى على يعني حقيقة على شراء مثل هذه اللحوم وهذا الطعام حقيقة. فبالتالي يعني إذا أراد الإنسان أن يأكل مثل هذا الطعام الشيء فالأصل ألا يعني يقهر أولئك الفقراء. هذا واحد. الأمر الثاني يعني ما يتعلق بموقف الإسلام حقيقة من تصوير الموائد. أحيانا الفقير يأتي ليأكل هذه اللقمة على حياء وخجل، فعندما تصور هذا الإنسان وتشهر به حقيقة في ناس يعني يكون له آثار سلبية. يعني والله عز وجل قال لا تتبعوا صدقاته بالمن والأذى، هذا كأنما يظهر صورة الإحسان إلى الناس بهذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملنا موائد إفطار للعائلة الفلانية أو لفقراء البلدة الفلانية أو لأيتام المنطقة الفلانية. هذا يؤدي إلى إيذاء حقيقة لنفوس هؤلاء الناس، والإسلام حث على مراعاة مشاعر الآخرين والإحساس بما يحس به الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فلابد أن يكون هناك اهتمام حقيقة بمثل هذه الأمور التي قد تصدر أحيانا عن يعني حسن نية لتشجيع الآخرين على هذا الفعل، لكن هي لها يعني جوانب سلبية كثيرة، منها أن هذا الفقير عندما يصور أنت تشهر به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالستر وقال صدقة السر تطفئ غضب الرب، فإذا أردت أن تقدم فقدم بين يدي الله عز وجل. ونحن أيضا في شهر العطاء والكرم والجود،
النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وكان كالريح المرسلة. لا أحد يمنعك أن تقدم خير، ولكن إياك أن تصور هؤلاء الناس الفقراء، لأن هذا يؤذيهم حقيقة ويلحق بهم أحيانا يعني الشعور بالضعف والنقص، والإسلام لا يريد منك هذه الصدقة التي تتبعها بمثل هذا السلوك، والله أعلم. الآن إحنا في عندنا أهلنا في غزة بنشوف يعني الظلم اللي هم عايشينه، بنشوف إن هم يعني فعليا وحرفيا وحقيقة عم بموتوا من الجوع بسبب نقص المساعدات والإمدادات. بجوز إنه إحنا صايمين وبنفطر على ما لذ وطاب، هم ما عندهم أصلا إفطار، وإذا أفطروا بجوز ما يلاقوا سحور، بجوز يتسحروا على شربة ماء مي، بجوز شربة المي نفسها تكون ملوثة. صحيح. الآن كم من المهم إنه إحنا كمان نراعي جيراننا في البلاد، نراعي جيراننا أهل غزة، بأنه نحاول أنه نساعدها بقدر الاستطاعة، لأنه هذول حقهم وواجبهم علينا، مش منة منا. صحيح. إحنا بنساعدهم ولا منة منا إن بنقدم لهم، هذول ربنا رح يسألنا عنهم يوم القيامة إذا قصرنا في حقهم. كم من المهم أنه نمد لهم يد العون من خلال مساهمتنا وتبرعاتنا حتى يبقوا صابرين صامدين مرابطين في أرضهم. حقيقة أن الأمر الذي يجري في غزة أقل الواجب، أقل الواجب أن نمدهم بالطعام والدواء والغذاء، ونحن نقول أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك هي أول من كسر هذا الحصار، وكانت هناك الإنزالات الجوية والمستشفيات الميدانية تشهد على مثل هذا، ولكن نحن نشعر جميعا بالتقصير، فلا بد أن نقدم المزيد والمزيد من هذه المساعدات عبر المؤسسات الرسمية. عندنا وقفية خير الأردن وتكيت أم علي وغيرها حقيقة تقدم جهد كبير جدا في إيصال مثل هذه المساعدات لإخواننا في غزة الذين يتعرضون للظلم والاضطهاد. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن الذي نستطيع أن نقدمه الإعانة بالمال، وأن يعني حقيقة نشعرهم بأن لهم إخوة يعيشون بهم على ما يجري لهم. يعني حقيقة نحن نستاء لما نرى، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج وأن يعني يزيل الكروب عن هؤلاء الناس الذين يعني يتعرضون لمثل هذا الاضطهاد الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، بين حرق وهدم وبين قتل وهتك للأعراض. هذه أمور حقيقة يندلها الجبين، ولكن المسلم لا يقول إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على تفريج هذه الكروب. فحقيقة الواجب علينا أن نقدم المزيد والمزيد من العطاء لإخواننا في غزة، وهذا الذي نقدمه إنما نقدمه لأنفسنا أولا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، لأنك أنت عندما تقدم أنت تشكر الله على أن أمدك بهذه النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على الأردن وعلى أهله وقائده بالأمن والأمان والسلام والإسلام والسعادة والإطمئنان. علينا أن حقيقة ندعم صبرهم وثباتهم على أرضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. نعم، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وأن يرفع عنهم ما هم به من ظلم وعدوان. نخرج إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، تفقد الجيران في شهر رمضان. يعني هذا الموضوع المهم اللي طرحناه اليوم حتى أنه نتعامل بذوقيات وأخلاق عالية مع جيراننا، وكيف أنه نحسن إليهم، وأن تكون صفة المحبة والمودة هي السائدة بين الجيران. نذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم والذي كان معنا، أين يقع مسجد الهمشري، أين يقع مسجد الهمشري في مدينة عمان؟ هل يقع في منطقة ماركة أم يقع في منطقة خلدة أم يقع في منطقة أبو علندة؟ للإجابة عن السؤال حلقتنا لهذا اليوم، الدخول على صفحة دائرة الإفتاء العام ومشاركة البث المباشر على صفحتكم الشخصية حتى تعم الفائدة والخير والنفع أولا، وثانيا الفوز بمئة دينار أردني مقدمة من البنك الإسلامي الأردني. نجدد الترحاب بضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة المفتي يوسف أبو حسين، حياكم الله جديد من حياك جديد. حياك الله سيدنا والمشاهدين الكرام. الله يحفظك شيخنا الكريم. احنا في معنا مجموعة من أسئلة السوشيال ميديا اللي وردتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي تتعلق بعضها في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، بالإضافة إلى بعض الأسئلة اللي وردتنا، الأسئلة الفقهية المتعلقة بصيام شهر رمضان المبارك. إذا في إمكانية نجاوبهم بمعيتك
كان معنا سؤالنا الأول، هل يعتبر، هذا أول سؤال، هل يعتبر أهل غزة من الجيران الذين يجب تفقد أحوالهم والوقوف إلى جانبهم؟ بلا شك أن أهل غزة تجمعنا بهم أولا اللغة والدين والقرب، وهم أيضا منا ونحن منهم، وبالتالي نعم يجب أن نتفقد جيراننا في غزة وأن نكون نخفف من آلامهم ونطعمهم يعني ونساعد في إطعامهم وإرساء يعني حقيقة الترابط بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني لا سيما في غزة الصامدة. نعم الآن يعني في عندنا زكاة الفطر، في عندنا كفارات الصيام، وفي عندنا زكاة الأموال، يعني بجوز تكون في رمضان فرصة حتى نزيد ونعزز من الإنفاق على يعني أهل بلدنا أولا ثم وأهل غزة، بجوز يكون يعني أكثر حاجة حاليا حتى من أهل البلد. سؤال، هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت أو البنت الفقيرة؟ يجوز إعطاء الزكاة للأخت المستقلة بنفقتها وكذلك البنت المستقلة بنفقتها إن كانت فقيرة أو مسكينة. نعم نعم، أحيانا بتكون الأخت أو البنت من الجيران، نعم، وبعدين أبوها أو أخوها بصير يحكي لك ما هي إلها زوج يصرف عليها، ليش زوجها ما يصرف عليها؟ نعم، فبتلاقيه بيعطي كل الناس وبترك أخته أو بنته، وهي الأولى حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الصدقة على القريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم، فهو الكسبان يعني اللي يقدم لقريبه الفقير يعني يأخذ أجران إن شاء الله بإذن الله. نعم، فهاي يعني القيمة لازم نعززها صراحة. نعم، يعني في المجتمع. ما حكم تصوير موائد الطعام ونشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي؟ حقيقة أن هذه يعني التصرفات وتسيء إلى حقيقة إلى الفقراء وإلى المحتاجين، وخلينا نقول تكسر من خواطرهم وتشعرهم بالضعف والنقص عن غيرهم، وهذا ما لا ينبغي للمتصدق أو المنفق أن يفعله. لا أنا فهمت السؤال بطريقة أخرى، أنه في بس يعني رمضان بعد ما بصير شهر للتنافس في مهارات الطعام، فبتلاقي نعم. يعني ست البيت حتى على المستوى الفردي بتلاقي ست البيت بتطبخ، بتصير تصور طبيخها وتنزله نعم. على السوشيال ميديا. يعني هو التصوير من جهتين، تصوير داخل البيت لا يعني ينبغي أن نحافظ على مشاعر الناس، لأنه ليس كل الناس يستطيعون أن يطعموا أولادهم مثل ما تطعم أولادك، وبالتالي أحيانا الإنسان يشتهي الطعام ولا يستطيع أن يعمل مثل هذا الطعام. وكذلك تصوير موائد الطعام للإفطار الجماعي اللي يقدم للفقراء والأيتام وغيرهم. أيضا سؤال، هل بالإمكان عمل إفطار جماعي لسكان الحي ودفع تكاليفها من كفارة الصيام؟ الإفطار الجماعي هو صدقة من الصدقات، وكفارة الصيام يجب أن تكون يعني تدفع للفقراء والمساكين، فإن كانوا جميعا من الفقراء والمساكين يعني قدمنا لهم المال وهم يعني عملوا مثل هذا الطعام لا بأس، أما أن نقدم طعاما فلا يجوز. نعم، أيضا بدي أسأل عن سؤال المظهر اللي بنشوفه من المظاهر اللي بيكونوا واقفين على الإشارات، بيكونوا يوزعوا تمر ومي وأحيانا وجبات إفطار، يعني هل ممكن أن نعتبر هذا من المظاهر الاجتماعية المهمة أيضا في المجتمعات؟ هذا مظهر إسلامي حقيقة فيه يعني مظاهر التكافل والمحبة والمودة، وهي حقيقة صدقة صادقة، لأنه لا تعرف لمن تقدم هذه الصدقة ولا تريد من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأحنا بنشوف كمان بعض مرات أهل معان الله يجزيهم الخير وصارت ظاهرة عندهم وصارت علم عليهم لما يكونوا المسافرين ضايحين لطريق العمرة أو الحج أو بكون الآن مسافرين في رمضان بتلاقيهم وقفوهم على الطريق وعزموهم على الإفطار أفطروهم عندهم، فهذا مظهر أيضا من المظاهر الجميلة اللي جميل نركز عليها كمان. نعم حقيقة. دكتور يعني أيضا سؤال، إذا توضأ شخص فوصل ماء المضمضة إلى جوفه فهل يبطل صومه؟ إن لم يبالغ بالمضمضة وتوضأ وضوءا عاديا فلا يفسد يعني صيامه، لكن إذا بالغ في المضمضة ودخل الماء إلى الجوف فلا بد أن يعيد هذا اليوم والله تعالى أعلم. نعم سيدنا، يعني هل تعتبر موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي من مظاهر التكافل الاجتماعي في المجتمع؟ هي بلا شك أنها من مظاهر التكافل الاجتماعي والتعاون، ونحن نشد على يعني حقيقة على أيدي الناس المتبرعين والمتصدقين لا سيما أصحاب الأموال أن يقدموا الدعم لتكية أم علي، فهي جهة موثوقة وحقيقة تقوم بجهد كبير في إرساء مثل هذا التعاون وأيضا تلبية احتياجات المحتاجين والفقراء في مملكتنا الحبيبة. نعم فضيلة المفتي الشيخ يوسف حسين، يعني كان هذا كل ما لدينا في حلقتنا لهذا اليوم، نشكرك جزيل الشكر على ما قدمتم وأفضيتم به حلقتنا لهذا اليوم،
وأنتم أعزائي المشاهدين للتواصل بطبيعة الحال مع دائرة الإفتاء العام لأسئلتكم واستفساراتكم والإجابة عليها من خلال حلقتنا أو من خلال منصات التواصل معكم على مواقعنا الإلكترونية من خلال موقع دائرة الإفتاء العام على الشبكة العنكبوتية أو من خلال موقعها على الفيسبوك أو الإنستغرام أو منصة إكس. الآن هذه العناوين موجودة أمامكم على الشاشة، بإمكانكم التواصل مع دائرة الإفتاء العام للإجابة عن أي سؤال أو استفسار متعلق بكم أو من خلال قنوات التواصل المباشر عن طريق الهاتف أو زيارة دائرة الإفتاء العام. نذكركم في ختام حلقتنا بسؤال حلقتنا لهذا اليوم الذي كان معنا: أين يقع مسجد الهمشري الكبير أو مسجد الهمشري؟ هل يقع في منطقة ماركة الجنوبية أو الشمالية، أو يقع في منطقة خلدة، أو يقع في منطقة أبو علندا؟ اتركوا إجابة صحيحة في التعليقات على صفحة دائرة الإفتاء العام للفوز ب100 دينار أردني مقدمة من البنك الإسلامي الأردني. حياكم الله، نسأل الله تعالى أن يتقبل صلاتكم وصيامكم وصالح أعمالكم. نشكركم على حسن المتابعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.